طبعا انا مع انه يرجع التعليم للمدارس ويرجع الطلاب زي اول، لانه هاي جائحه يعني موجوده، ف يعني انا بحكي انه لازم يرجعوا، لانه التاثير على القطاع الاكاديمي تاثر كثير بهذا الامر. مع العوده، ويعني لما ترجع المدارس افضل ما انه الطلاب يضلهم بالبيت، يعني حركه اكثر للطلاب، كمان شخصياتهم تنبني احسن، خاصه طلاب الابتدائي والإعدادي. أضب يعني ترجع المدارس أضب أحسن، لأنه الأولاد فلتين في الشوارع وما بتقدر تسيطر عليهم، أمهم مش مشغولة دائما يعني فيهم، عندها شغلات تانية، عندها طبخ، والدراسة عن بعد مش كتير يعني كويس. لا أنا شايف أنه التعليم عن بعد ماشي أموره حاليا، وإحنا مش مستعجلين على أنه عودة المدارس تتم، بالعكس أنا شايف التعليم عن بعد عم بكفي وبوفي، والأفضل أنه يستمر على هذا الحال لابين ما يصير في انحصار للوباء اللي احنا عم نواجهه. طبعا العودة الى المدارس يعني شيء كتير مهم، كونه انه جميع الطلاب حاليا معظمهم يعني اهليهم اللي عمالهم عم بدرسوا بدل عنهم بحلوا عليهم واجباتهم، فالعودة للتعليم هي العودة للنظام.